هذه الندوة تدخل في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 23 للمهرجان. اخترنا هذا العام أن يكون هناك ندوات، تقريبا هي 5 ندوات في الإطار هذا. الندوة التعليق الرياضي قلنا وأنه مدرسة مدارس في الوطن العربي، لأنه تعرف باختلاف المناطق تختلف الأصوات وتختلف كذلك المدارس. في شمال إفريقيا تونس الجزائر المغرب قريبة أكثر من المدرسة الأوروبية الفرنسية، خاصة في الخليج العربي تقريبا المدرسة اللاتينية المعروفة أكثر بالشو بالسياح أكثر ثم كذلك منطقة مصر اللي هي الأعرق الحقيقة في الوطن العربي. تعرفوا أنه المعلقين المصريين من كابتن لطيف وانتي جاي كانوا دائما رواد في هذا المجال، فاخترنا أنه نتحدث عن التعليق الرياضي مدرسة أم مدارس، خاصة قلت أنت نقطة مهمة في ظل المزاحمة والمنافسة الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الحديثة، الذكاء الاصطناعي خاصة كذلك. فطبعا حبينا نثبت مفهوم التعليق الرياضي في الوطن العربي، خاصة منطقة بدأت الآن تشهد تحرك كبير وتطور كبير. المنتخب المغربي يلعب سيمي فينال كأس العالم، تنسيش وأنه في منطقتنا العربية أصبحنا نلعب الدور الأول في كأس العالم. الآن الدوري السعودي يستقطب أفضل لاعبين والنجوم في العالم، الدولة العربية تحتضن كأس العالم اللي هي قطر، فتحس أنه منطقتنا العربية في تحول كبير. فهل يواكب التعليق الرياضي تطور هذه الأحداث الرياضية؟ لابد من الإشارة في البدء إلى أن التعليق الرياضي هو فن من الفنون، وطبعا الفن إذا أردناه أن يصل إلى المتلقي فلابد أن يكون بلغة يفهمها الجميع. وأنا علاش ركزت على اللغة العربية؟ لأنه العربية معناها يعرفها الجميع خاصة في الوطن العربي، وممكن بعض المصطلحات تختلف من بلد إلى آخر، ولكن في المحصلة وأن اللغة العربية تؤدي وظيفتها في التعليق الرياضي في كل البلدان مع بعض الخصوصيات بطبيعة الحال، ولكن احنا ما نحبوش نكونوا منبتين، ما نحبوش نكونوا دراسيين بالنسبة إلى التعليق الرياضي. وهذاك علاش يلزم تكون لو العنوان نتاع الندوة هو مدرسة أم مدارس، احنا على الأقل حتى إذا كانت هناك مدارس ولكن تكون مدرسة واحدة هي اللغة العربية اللي يفهمها الناس الكل في كامل الوطن العربي. أنا أتصور أنه تحضير جيل لابد أن يكون من خلال التحضير القطري، يعني مثلا هنا في تونس إذا في 2 أو 3 معلقين متميزين تعطى لهم الفرصة هنا في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في المغرب لإبراز قدراتهم وصقلها للانتقال إلى العالمية، إذا قلنا الاشتغال في القنوات التجارية. أنا أتصور لابد أن على المعلق أن يأخذ فرصته أولا في بلده، يصقل يصحح يضع لنفسه دليل للبروز عربيا إذا أراد الانتشار عربيا. أنا بصراحة مبسوط من الندوة في نقطة أن في رأي ورأي آخر. عادة تعرف الندوات اللي زي هذه كل يجامل وكل يعني نفس الوضع وكل، لكن كان في ردود فعل مختلفة. شوف المشكلة أنه هي تتطور وتساعد في إيصال معلومة في توفير كل شيء، لكن هل المعلق كشخص يقدر يستفيد من هذه التكنولوجيا اللي موجودة؟ الآن احنا عندنا في الدوري السعودي يصور ب30 كاميرا وبنظام الآن وصلنا 4K، فكثير من المعلقين جالسين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي ومن الأحداث ومن التحديثات اللي على الهواء عكس السابق، أصبح التحضير الآن أسهل. فإن شاء الله هذا يساعد على أنه تطور المعلقين الفترة القادمة بإذن الله تعالى. حتشوفون إن شاء الله بداية للنجوم وبداية للأحداث القوية في الكرة السعودية من هذا الموسم، كريستيانو، كريم بنزيما، كانوتي، المدربين العالميين. أنا أعتقد الخطة 2030 حتكون بشكل مميز وكبير، وحتشوفوا أسماء وحتشوفوا إن شاء الله الفترة القادمة السعودية تستضيف كأس العالم. فأنا أعتقد إن شاء الله نتمنى أنه الفترة الجاية يكون الوضع أفضل بإذن الله تعالى. التعليق الرياضي هو جزء من لعبة كرة القدم، إذا كان الكل يتطور التقنيات حديثة الآن في عالم كرة القدم على مستوى التدريب على مستوى الملاعب على مستوى النقل التلفزيوني، فأكيد المعلق حتى هو لابد أن يسير هذا الركب وهذا الركب التكنولوجي، لأن حتى في التعليق اللي هناك مجموعة من الأشياء الإحصائيات الجديدة، الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضرا في المباريات الرياضية، أيضا كما نشاهد أن هناك تقنية الفار التي دخلت حديثا. فإذا كان المعلق غير ملم
ببروتوكول البال وقوانينها الاربعه فإداك فهو سيكون يغرد خارج الصرب، وايضا فلذلك فيمكن ان نعترف بان هذه الندوه التي انجزها اتحاد اذاعه الدول العربيه كانت ناجحه، وكان فيها اراء يعني الراي والراي الاخر حتى يكون هناك ليس لا نكون متحجرين فقد نعتمد على الاراء القديمه واننا نفرض ارائنا، لابد ان ناخذ بعين الاعتبار المتلقي وهو عنصر جديد وهو العناصر الشابه ودخول مواقع التواصل الجديده والحديثه اصبحت هي الاخرى متاثره، فلمن ستعطي خطابك وتعليقك اذا لم تكن تفهم هذه العقليه عقلية الذين يمتهنون وسائل التواصل الاجتماعي.